ليش الشباب بيحبوا يعجبوا بحالهم؟ واحد بتلاقيه مطول لي شعره زي البنات، واحدة حاطة حلقة بمنخارها، جينز مقطع، معبي جسمه تاتو، ليش؟ ليش بيحبوا يعجبوا حالهم؟ بابا أنا بأم عيني شايفت لك صور إلك لابس بدلة بتلمع فضي زيبرا. طب هذا الحكي من 30 سنة لما كان البدلات المقلمة موضة. طيب وهلأ الشعر الطويل والتاتوز موضة. بعدين أنت اللي عم تنساه وكل جيلك بنسوه هو إنه المظهر الخارجي، لبسي، شعري، شو بحط اكسسوارات، كيف بظهر حالي للناس، مش بس انه مرتبط بالشكل، مرتبط بالهوية الشخصية، هو امتداد لهويتك. بعدين معظم الناس اللي بتلاقيهم لابسين اشياء غريبة، خلينا نحكي اللي مطول شعره، اللي حاطط اشياء، هدول بيكونوا مراهقين معظمهم في الغالب. ليه؟ لانه بهاي المرحلة العمرية بيكون الواحد لسه عم بيكتشف هويته، وكل يومين اصلا تتغير، ومعها امتدادا بيتغير شكلها، بعدين بصيروه وبصير شكلهم. انا ما عندي اعتراض على الحرية الشخصية، كل واحد يعمل اللي بده اياه ما دام ما بيأذي غيره. طيب بس انا بعترض انه ليش الواحد بده يبشع بحاله. انت بتحكي انك مع الحرية الشخصية وانك مش ضد الحرية الشخصية، بس انتقادك الدفين هذا دليل على انه انت من جوا جادجمنتال، يعني بتنتقد بشكل ما له داعي. اولا، ثانيا دليل على انك انت بتقيس في مكيالين، لانه انا بذكر قديش انت كنت يعني تحكي تبهدل او تنتقد عمر اخوي لما كان يروح على الجامعة مثلا بجينز مخزق من عند الركبة، علما بانه البيئة هاي جامعتنا كانت كتير بتتحمل هذا النوع من اللبس. هلا انا النقد اللي كنت انتقده يعني مش كتير كان بالجامعة، كان بعد التخرج. طب الجامعة اوكي، الجامعة كان اشي خفيف، هلا بعد التخرج على الحالتين المبدأ. هلا طبيعي انه الانسان اوكي لازم، يعني هدول اولادي فلازم انا انتقد اذا في شيء غلط، انتقد او احاول اصلح. يعني حريه شخصيه على غيرنا بس مش علينا. حريه شخصيه انا ما يعني ما راح امنعه، ولكن حعبر عن رايي انه مش حلو الواحد يكون والله ملابس جينز مقطع. الانطباع الاولي اللي بياخذوه الناس مهم كثير. لما واحد يتخرج من الجامعه خلص، خلصنا هلا مرحله الجامعه، هلا بلش الجد، بده يروح لسوق العمل. سوق العمل لازم يكون يعطي انطباع جيد عن نفسه. ما بيصير الواحد يكون شكله أو مظهره مش لائق. أنا متفقة معك، يعني أنا بعرف إنه الشكل الخارجي بيأثر على كيف الناس بتطلع لك. بعرف إنه إذا بدك تروح تقدم على وظيفة، الشخص حتى مش بس بالهندام، الشخص اللي أجمل فرصته أحسن بالوظيفة. بعرف إنه الواحد دائما لازم يكون لبسه يلائق بالمحل اللي هو رايح عليه. لهيك أنا شخصيا بنصاع لهاي القوانين، بس برضو بحزن لأنه الموضوع مجتمعي، زي كأنه المجتمع بده يمنع التميز أو ضد التميز، بده الكل يكون نفس الإشي، متماشين مع بعض، عاملين نفس الإشي. أي حدا بتميز بالفكر، بالرأي، بالشكل، يعتبر هو هذا الشخص الغلط. التميز مش ضروري يكون بالأسوأ، ممكن يكون التميز بالأحسن. ليه؟ مين قال التميز؟ لما أنت تكون لابس إشي مميز، أنا لما ألبس كل ما أتميز بشكل إيجابي أكتر هيني عم بتميز. ما أنت هذا مش ضروري أتكون أتميز إني أعبي جسمي تاتوز عشان أتميز عن اللي حواليني. هذا مبدأ شخصي. أو أني أعمل تسريحة شعر، ولو إنه أنا صعب أعمل تسريحة شعر بشكل مختلف تماماً عن اللي حوالي، هذا بطل إذا أنت تميز. شايف إذا أنت شايف إنه هاي التسريحة بتخليك تطلع وانت من البيت سعيد بمنظرك، فمعناته ما حدا له ينتقدك. بدك تلبس باروكة، ما حدا له ينتقدك. الزيبرا انت كنت شايفها حلوة، ماما قالت لي انا ما حبتها اصلا. اتفقنا ان لا نتفق. اتفقنا ان لا نتفق. ماما ما كانت حابة البدلة، ما حكت لي شو. وانتو معي ولا مع بابا؟ انا وابي وابي وابي